بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا ونور قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله تعالى في جميع مقاصدنا ومقاصدكم. درس الرابع دوا إما راس ما كهوت مع المواصلات تقسيمي كيبوك الدين كيوش أوبو لسيدي موضوع كما كيف أول موضوع كأول لغزي كوادان ري ومعنى يشكيه بزاني مثلا أم علمي وضعاء زانا يعني أهلي اللغة هندك بيانوايا علمك الداخلي ناو علمي اصطلاحاتك علي مصطلح مصطلح يشهل علمي وضعك أو علمي مصطلح وعلمي وضعك لن ويك أبوايا باسي الباب ويتا علم المصطلحات نيوتا علم الوضع هندك بيانوايا بلان أقاتشين سنجي كتباني كتبكاني بيش زاناني بيشين بين جاكاليك عن بوكد ولا علم وضع علم الصلاحة وتقول لك علم وضع هم تلو علم الصلاحة إيش خاصة شو وضع قشتي ترى آية واللغة دعينابة يا الصلاحة دعينابة أما كري الصلاح كابو اللغة يعني أنا بس باش إيش يا باش إيش باس الصلاحة وياك جاك رادو كابو جاك نوقي جي خويتي جاك إنه بلام كاري قريت شيء لسال لغة عربي آية أم علم وضع أزوا كاري قريه هي لسال علم لغة عربي هنديك بيان ويا بولا كاريجري هي كاريجري شيء لشيء ل تيجستنو فهمها لاستعمالها لمكارينانها بوي علمي وضع هندي بيان ويا علمي استعمالها مكارينان كتولي أو لفظ موضوعا لكيادة لكي أو وضعا كذا كي خينا رستيك أو كذا كتوبة كاري هني ضميرك كضميري أنا يا أنت كي ما ندان رابو معناك وعشا كي المعنى ده لكي كذا من إخ من ناو رستيك كأبو علمي وضع يعني علمي استعمال أبي توزن علي بها كيبوي كشون أم شبه كاري هني لكوا بكاري هني ومن ديك بيان واي واي بلام أوي كجرينجا إما براسيلم بابا تابي زاني أو درسي كجاري بيشوف إنه معنا ك ما مصاب وضع يبوي هن كدين بو دابش كدين ب بو بشاني كدو بش وأنا بو أو تي شيء كتير فالموضوع إن كان لفظا واحدا تصورا بخصوصه سواء كان الوضع والموضوع له خاصين أو عامين أو الوضع عاما والموضوع له خاصا فالوضع شخصي أم تقسيمه أم بولا يمكن أن يكون سلشاواق له بعشا أم بولا يمكن أن براسي كسلشاواق له بحمان شويته بو دوش قلتو قادي بو بيو دوش معنى هي شتيك معنى هي أصلي اللغة كاللفظة بو معنى دعاني شتيك تريش معنى هي كريتين لبكالهناني أو لفظة للايس لسل زباني بكالهنا لكال أو بكاري هنيك بكاري هنيك أهلي عرب خويتي يا غيري عربة يان أهلي بيشو زانستيكن كيه أهلي بيشو زانستيكن جابوا يكا أم أقل مثلا بولمنا لغة أو شيء عربي خوي بيني لعرب خوي بو خوي واضحك عرب بي أو كادا كادا أم لفظ عربي دخين أنه بكاري هنانوا دفرسيم زاني آية بكاري هنانكا كيه أهلي لغة خويتي أجل أهل اللغة خوي بك أو لو ذكيت أنا أبو همان معناه كبيد أنا هوا بس ذكرت شو لأهل اللغة أهل بيشو أو كذا كأو ديالا أو اللي دا وضع كبر يبغى معناه برا موضوع لو كأقول جي شيء به أقول جي قرابة أكريه دس كاري كرابة يا شتيني فل يا شتي قلت شيء به شتي كنوي به جاء أمام براسي قرنجة ملاحظة أم خالد فين خالد قلت لك قرنجة اللي راه بهمان شو أجل بسألي عطشينه هو ما نزاني مثلاً خدي ما بسون باشا فائدة علمي وضع بوشي باشا أو ما نزاني مكاكا أقول له اللغة أهل اللغة وشي موضوع عقوم على دانا ولا موضوع له هو كان استعماله فلانا أو اللي كاتك شخص كان خواني زانن شي بيسا كان من بيم دراسي دانا داني أمعنا بكم كاكا علين يكم بيزاني لفظ لقلب استعماله أمدوانا على قان جاوزي زول بينانا هي باشا لو خدي لو ذا موضوع كذا وضع كذا أنا بمعناه كذا خدي بكاري أنا كذا لأن أنا نشيها يا جاري ويا جوازي كذول هي مثلاً بقول مثلاً جاري ويا لو ذا كذا أنا ضابه معناه كي عام كبكاري جاني بمعنى عام كبكار هادوا حج جوازي يعني بس كذا جمال سمع سمع ما تبغى كاره كل ما علت يا كل ما علاك هالشيء لسه سيتوه به من قبل السمع كاو تعرف هل سماوي واه او اسمعنا او بس صفي ما لقيت من شيء هل سماع كاو شيء سماع سيا كي شيء بكاري هنا انا بكاري هنا كل ما علاك هل شيء سيتو بيت بلانشي
قال أنا سمع سيدي أسمعك على سيد أسمعك تقتل ما بكى أي سيد صفقة ويا براكم أما جاي ولا شيء جاي ولا الذكاء للغة شو معناه كله الصراحة شيء معناه هي يا بأرض بتشيوته الله صعيد وأنا صعيد من طيبة صعيد بتشيوته هذا خبا خوا خالو نعم كل ما استوت أوين الجلد هالشيء الجلد هو استواء بإحسان به أو يكشفلك استواء بلن صعيد صعيد مصر يعني شيء أو دشت عياكش مصر صعيد شعر زود حاول مثلا كده صعيد يعني شلون كده دشت عليك تاخذ بهم يقسم به كان صعيد بس على لغته هذا ما همان معناه لا الصلاح شكل وكاري لا استعمال شيء هذا همان معناه جاري وام سيساوكو حمام من بيرن كوتر كاد يقول إذا عرب الله حمام وش بكر هذا حمام لكل طائر يطير هالشي بفر العاصمة بيرن شيء والله ما شفت شيءها بيت طوقي كيها بيت أو تبالون دانين كوا لمليا شيءها بيت طوقي كيها بيت بيلن شيء بيلن حمام يتم مثلاً عم بدواته بجعور تخصيص كابا شيء أو لعور في إما كوتر أو عرف يعني كدوة أجينا كوي شيء قلته حالي بلان معون لقرآن هذا يمنعون المعون معون بشيء بتي قصعة كبيرة قصعة وكا تشتيك ناني انتي عاقوي يا منجلك بيال انتي بيال المعون قابك ايش بيال المعون منجلك بيال المعون دائما شيئا اما لفظك هر للعربات شون دان راوة باشا لاستعمال شاسك هر ربك علي هدلتو حالي بلا اول شيء وجالي واهي لو بقولين لفظ وضعك شو استعمالك ايش هدلتو هدو كي عامة او بيال انتي وضعك ايش عامة استعملك إيش كموضوع ولا وكيا هر عام سأكيد وكيف بخير هاتوا جاء عام لكتابي لغة كلام فقه لغة كلام نعم ناوتي فقه لغة أما توتي قصدنا للغة أم كلمة شلون بخير هاتوا لك كسرنج بقى معنى لغة إيش ومعنى الصلاح إيش نقوله يكبر استعمالك إيتي والله مجاري وين أخي لو ذكر أصلا دان راب معنى إيش عام لغتي ده أنا عربي ما أنا كي عنده أنا والله عنده واتر أهل اللغة خوي يا أهل استعمال أهل اللغة خوي يا بك بكاري أنا قلت من دون تبعتك إن بهندي أقدر فردك يعني هم ينقله تو خوما ما يدي يا اللغة وايد كدوة أهل اللغة خوا ما يدي كان العرف خوا أنا يا أنا في استعمالك أي من وتوه أهل صلاحك عرف المنطقة يا يساوكم مثلا وشيء ثبت وشيء ثبت لزباني عربية بمعنى زمانه همو زمان سبد يعني صعب كجد وايس لك شيء ما كدوا سيدي كيد الاهلي اللغة تعبت قبل ما تجيب بيت امروجي حفتها علي بلام حتى هنا بيان ما اخير روجي كتبوا بيان السبد اخير روجي حفتها ايوه منتج تقول لك بعد شمو داس بيك ياك شم تقول لك داس بيك ياك شم دوشم سيشم شواشم بينشم جمعة تعالوا حط مروشة تعالوا استبد أخير شيء سلايمة لايمة سلتعي والله خويل راسي قص ليك شمو بيجي ليك أو أخير روشة ليك ساقو شيء زبد كويلة أصلاً ناو أبوها مو زمان للغة تاع كشي هاللغة خويش يعني كده تعبتك بروح بكو تاعي روشة حبتكم علي براكم ما سبون منك يا سالين رف على هو رف شيء رف وشي رضب شي قال عصا دان راب وحموش كواب يقيمات به شي بيقيمات دي باش باز شي كان يقول لك ان بكاري هن البوشي امر ثلاث باني عربيه كخوي بانا اشتي كي بيقيمتها كشي زور كان راب وحوش ثاني كزوتر داي خي مثلا وانا كلا ازا داي خي وقع عليه انا بيلا شي هو استعمال ما صار وضعك عام ما موضوع له تعبت كلاب وشي شي وشي داخله علي برام اما انا ما هي من الاسباني عربيه دابه او يك اضرب حكي بس جواب بروبلن دابه كجد وايد شي كروا هر اهل اللغه خويا انا وحي و مروا بزنو قال ما قال يستروا او انا بل انسان هذا اهن هاك الاهن من انا اي شيء اهن يعني شيء خوينا ابو اسس فشي مثلا خولي هر خولي كجد الشعري هندي الا شاعرانا لا أنا مثلاً بخوريك رنعة ورنعة
شيء رنج او رنج اگر رنج رش و سپی بیتی هم تکاوی کرا عین اگر تنها سپی بیت وانی فین اقا عین اما چیه؟ اما کلی استعمال یعنی فعشا حتا لا اگر لحیث اگر پیغمال اخوه علی صلی اللہ علیه فرمی پیغمال اخوه انها نا رسول الله صلی اللہ علیه انتباذی فی الحنتمی فرمی قد اغیق نابئی ولا حنتما نبی زلگرن گوش را بخور ما وانا کنا ناو حنتما حنتم چی خوی؟ حنتم خوی لأصلا خوی او کوپانی که دوست کرد لسوالات لقر دوست کرد و ایسو لکر دو کوپی گوری کوا چی تی اکرا؟ شرابی تی اکرا پیان سانسان فرمی لوا علی مالی دعای چی کرا؟ دعای سیده که اما تایبه تکن نخید با همون کوپی اگر نگرد اوی که علی آگر یسو؟ نا اوی کوا رنگی صوز بی لداد دوست کرا بی حنتم هويك شيء كلاوا ده لكن كنت لك برنو يعني ناقي هلا كلام ده لو صوصة أو شيء أو استعمال شيء كدوه تعبتي كلوه أما أنا بويك بزاني دائما أو على الأقل بيني وضع لبيني استعمال جاء استعمال أهل اللغة خوي به أهل الصلاح به عرفي كتابت به علي برام أما ليك يسوى إلى ظل كاك وضعك عام والله موضوع له كان لا شيء بو خاص بويا أو يك مكان وضعك إيش عام بو موضوع له هر عام بو أما يك يلا أقول وضعك عام وموضوع له كخاص بو عارف لكم مثلا جالي واحد لفظك ماني الإسباني عربية لغة عربية دينا أبو معنى خاص والله هذا معنى خاص كبكاري هنا بعام بكاري هنا عكسي يك مكان باشا إذا كده قلنا شيء ويرد ويرد الإسباني عربية هاتي شو نسر آو نشي وصل آو يك آو كويتو فيلم ويرد ويرد المردود مورود يعني شو يعني شو نسر آو يك كذا شو يعني آو فانو يسرح حتى بعشا الأصل إخويا ويرد شيء ويرد بوبا كاره هذا إدواري شو كاره هذا آو هو زيد ولا شو ها ويرد كان لا استوى معنى كعامة الأصل إخويا معنى كخاصة يعني تبعت بشي هو شو نسر آو يك شو يعني آو فانو كشي حرفتك كإنسان شد سري إذا أرسى مثلا آو به فعدن به ذكر وعبادت به نعم ناو شي بيت كواتان معا هو شي بهو المعنى كي خاص به الوضع كي خاصة بلا موضوع كشي لشي عام موضوع لو كي اللي استعماله أو عام كرا سيكي بكاري هنان شي كبكاري هنا بوها مو جوالة شوي نصر إيشا كمثلا شويني إصلاح اللي جوي آو يتشيش غلا بي إنسان شنو تيجي يعني كأبو كفادن بو هالويدة وأنا ذكرك العبادة كل هالويدة دعاءك هالويدة فندن بو هالشيء فلن يرد شو كلا بقول هالشيء روح إنسان ده شيء بيبقى أنا يعني أبوه أو وضعك شيء خاصة بس موضوع له هو كان ليس استعماله وبشي بو بعام جاري واحد مثلا كوسا وشيء وغاء وشيء وغاء لأن كذا معناه جنكة ولا أصلا شيء بقى وشيء أغوى لا أصلا كذا بو تكلاون على وغالي على جاوا جاوا. بعد تكلاوني هو. دان كان جاوا جاوا. بس يدوا أي شيء كلاوا وخدي حركة بكاري هنا. حمون جنگي. حد جاوا جاوا. حد جنگي. تها جنگي كي جحز ذيك هار جنگي. جاوا جاوا تيا تيا نير كان شيء. هو وضعك خاصة. هو وضعك خاصة. نقول له شيء كلا عام كلا. علي برام. جاري والله ذيك ما هي الأسباني عربي بعامة. بعام دان راو. ظلام. بكاري هذي لا فرد لا أفراد كان عامة كلامي وكان هذي باعتباري قال على أساس دواء بني هذي وكو يسمى مثلا ذو ذو معنى شيء ذو معنى صاحب معنى صاحب وعيا بعش يخوي حسب وضع بين كده هر صاحب بين كعبو حسب وضع بين بكاري هذي بو همو صاحبك صاحبي سعربي صاحبي منالبي صاحبي بعدبي وانيا صاحبي سياسة بي صاحبي حزب بي حد شيء كبير كلام شيء ذو كشي كذا كبكاره هنا ذي فاشا خاصة كلام هذا ذو علمي تخصصي كم بشيء هو لقى لاستعمال هذا موضوع له كي خاصة ناقول جيها مكان لحام بكاري بيني وانت وضعك عام كشي موضوع له كي خاصة ناقول يعني بقعد بعاني بكاري بيني يبغى ذو علمي ذو صنعتي ذو مال غانية لاستعمال شيء ده ده أبيته بع خاص لاستعمال تخصيص كاب بفضل فدك عن شيء صاحبك أو استعماله
واضحة بلا إذا مثلا نقول مناهت على لفظ إنسان لفظ إنسان باش إنسان لفظ رجل أو لفظك لفظك خاص أحبك هذا معناه خاص وهكذا كبكار هنري أبتعام زيدة إنسان كي زيدة إنسان كي عمر أها لش يبكار هنري لفظه خاص أسد حيواني مفتنس بس يسوى كاري هني لفدك يعني لفدك يعني وضعك عام كشي موضوع لو كيف فدر دخل أسد وكسي أو شعره رجل وضعك عام كشي موضوع لو كيف خاص كنت بفدك علي بنا أمانا أما أنت حاشينا كيرا حاشينا كيرا هواية حاشي اسمنا كيرا هي وضعك عام وضعك عام وضعك عام خاص أما بيك بزاني أما يك علم وضعك لسلكا كيف هي أصلي وضعك ولا قلت استعمالك الرجل يجعل جمه بيه كذي أمدوانا كاوية كان الموضوع كان لفظا أو كاوة بيه أما كاوة لفظة كالشيء لو لغتها ومعناها دان رابع كذا إذا سمع استعمالك أم جاية خاصة بتبع عامية منتو علي براكم إيه أما نقطة كتير أما كاوة وضع أما يعني عامه أو يعني خاصه أو يعني شخصيه أو يعني مثلا نوعية أما يعني أما بس شيء لك يوس ترجعوا عقلي أو عام أو خاص أو أوانية أو تقسيم بولين كني كزانية كده يعني بوش إم بولين اللي كيو كده طبعا ترى بين مودي زناني بيشيني خمان علم وضع يعني جانا كده تو هذا تنتبه أنا علم اللغة وكفيق اللغة يا لقى اللغة يا بس نهاتون أما بس اللغة بكت بلا ندوة ترى هو كيتر كمالكو هوكو مثلا جوهري هوكو إمام هوكو تعزق زمان شعري وكو مثلا معناها همين سيدك علمي وضع يعني متعدد بازنا كدوا حل لنا مثل اللغة على قل قاموسة كان باسي وضع كلام لغزة دان رابو أو معناها سألو أخوينا كانوا عالي براكم بو تولا كاكا تشوك أخوي اللغة كما دام أما بيوني بلغة كأخوي بي تجال كدو للغة كأهو باشتكي سر بخو يقوم التاتا أقول اللغة نبي وضعنية كي وضعها أبين اللغة بلغزة بمعنى دابل وأنا براكم إيه جاي سام شنو سد زكي خو من أمجر أمجر مع مصارع شيء وإن كان أمرا عاما وحده وإن كان أمرا عاما وحده أجر هات الموضوع كمان شيبه أمرا عاما يكشفه عشان كوتي أمرا عام وحده أما لا خلي قسم كمان تيجا لا لفظه وأنا واحدة متصورا بخصوصي ليه وايد؟ ليه رأي شيء؟ إن كان أمراً عاماً. أجل وضع كمان شيء موضوعك. شيء كتنهاو يعني شيء أمراً عاماً وحده. ها؟ ولا ملحوظاً بعمومه. يقول لفظك بعض لكن لفظك. أمر كتاب. شيء كتاب وكو إنسان مثلاً بنونا. بأخذ يخوي ملحوظاً بعمومه. طالما تبيني بكتب. كاتك بكاره هنا ذي. فعم. هرب عام بكاره هنا رابع. كبكار بان هنا ملحوظ لك وياها ليس استعمالك وياها ملحوظ لك وياها لك وياها ملحوظة ليس استعمالها أم لفظك هذا كذا يشتي عامة فردك عامة كوتوان لفظ إنسان وكو لفظ أسد تشينا كيلاتها باشا أما دان راه كويبو معناه كي عام باشا شي شكريت معناه كي عامي للغتك يا بلا ملحوظا بعمومي كبكاري شي هنين بمعنى عامة كبكاري بيني ألم كاتيا فالوضع عام للموضوع لو كذلك موضوع لو ايش العام طاو لفظك عام موضوعك ايش هي هل عام باشا قربان بو شو قال استعمال ايش هل هو عام طاو هل عام كيف كان يقول اصلا المكان بيش وكباس بانك لانه هناك يعني باشا برام بلا دي بلا كم واما جاء له لياك السلام برسالك لياك الله باشا بوشين هو تقول لي ده باشا شان تقسيمك بو كده أجد لفظ أجد موضوع كمان لفظك واحد يلا بزبط بلا متصورا بخصوصيه هل أول لفظة تعبتش خوي بوقي كبكار هادو وأنا خاصة كبكار هادو باشا أمريكا متت دو ده قال هادو شيء بو أجد هادو الموضوع كألفاظك متعددة وكان لفظك جاوز أم لفظ جاوز أنا هميا ملحوظة بأمر عام أمش هذا مو كبكارش ما هنا وا هلا معناه شيء عام بكار هادو توا أما جواليك يا مانبو أم جابت البندو وإن كان أمورا متعددة أقل هاتو موضوع كمان شيء بو شندانية يقول بلان ملحوظة بأمر عام صادق عليها جزئيات
باشر صادقين عليها مثلا ذاتي إن كمان موضوع كمان تنشتيقون باشر تنشتيقون مثلا زيادة يعني دوان مسيانكو بلان كدك بكار هاتبون هر بكار هاتنا كان بمعنى عامك وبلان لزمني كيا بكار هات لزمني جزئي لزمني جزئي كان هنا وكتبع إنسان لزمني كيا بكار يعني زمن زيدا ذو لضمن كيف قال يعني ذو علمين ذو وانيا ذو علمين ذو مالين أراهيبو باشا قربان وقضي مخاطب اسم شهر وحرف بس حدا مثلا كان الله مين وايش هي ابتداء غايه اسامين وانيا اقرب وصلنا جبهه شي حرفه هميان موضوع والله حرف زور هم ما حرف انا هميان موضوع لي معنى والله هر معنى يا لو انك كنت انت مالك الجزوزه كاو ابتداء غايه إلى وانتهاء غاية. لعشية به تبدأ به. باشا قربان. أما استيانا مو بس كده. شو أنا من شاوتت؟ أجر هاتو موضوع كمان شيء قشتيبو يقدر أنا تنافوي برام عامبو وكل لفظ إنسان وكل لفظ رجل. بلام كذا كبكار هاتبو أربع عام مش بكار هاتبو. أما مو بس كده. إيه بس أشتكي كتير مو بس نكدين. معنية؟ شيء. أجر هاتو مثلاً وضعك عاميو ولان كادك بكار هاتو أبو خاص بكار هاتو لفظك بنتنها خوي به عامة لفظك كده يا بنتنها خوي به عامة بلان بكار هاتو تي لفردك بكار هاتو باش بو أو ببعضنا كدم على وأما الوضع للأعمي بملاحظة الأخصي فلم يوجد في كلامه کا دانانی لفظیک به معنای کی گشتیتر باعث معنای گشتی بلان کا دک به کار هنه له معنای کی خاص تر به کار دی ا امل زبان عربی دانه نو به کار نه نو کا به کار نه مش به کا راسی چی بکوا بم باز کدی و یسوا تقسیم بند نکد به پنج بل لو ان جی خود ولا وجی بو پنج دانه نو و پنج دانه وای ای واشه بو پنج نیا ولا سوجا خبر براسی محال باشه فلوان بو ما صنعت لك شتاك عام بيت ودوائي تو تايبتي كي مثلا بيت شيب كين لغزك معنى هبك عقيا ولو لا ام لغزة وضعك شيء عامة ولا ام لغزة عامة هاتوين تخصيص معنى كبير بيك دانا فردوا وشوكي كتونة عمال الزحبة دسا كوي نمونا لنخير اي شيان كدو اقل اما نبي شيان قولي انسان لزيدة بكاري هني خو انسان عامو بكاري لزيدة أو أخصه جزءك أي أروج علي براكم على كذا كان أو كذا كمثلاً سرنجي أم بابا تبي أو وضعك بضع عامة وعني بلام كذا كبكارية هنا ملاحظة عامة كهي زيدك جزئياته نابتك فدك مخصوص جزءك لا شيء لما أنا عامة أنا ما أقوله أها زيدك ما نوتو كان كذا لما أنا إنسان درتو به زيدك لضمن معنى إنسانيته ملحوظة لقلعة برعا مكيا كأو كادا قلتوا أنا من إنسان مكان من لزيدة أبي لزيدة معنى إنسان هبه بلان فردك بينين لفظك عام بيو جزء تخصيصي كي بس أشتيك أو معنى لو أنا ما به محال حالي براكم محال بس أكو بلين هرب لأي إنسان كبه كار بينين لبرديك شنك باش ينيري باش ينيري جزئيات نية قلنا براكم ويكا وثيكاك وأما الوضع ومجواب سؤالك مقدريك أنا وبرسالك ليك وأما الوضع للأعمي بملاحظة الأخصي فلم يوجد باشا قربان دزنك وتوا في كلامي دزباني عربك أنا دزنك وتوا باشا أم جعلت فمن الموضوع بالوضع الخاص للموضوع له كذلك وضعا شخصيا العلم انا جايبين سرد نمونه هاد نمونه سرد شيء بكيت انا داني او بابا تاني كبعث معك نمونه وبين نمونه وسرد شيء لفظك ما انهبت وانيا دان راوة بوضع خاص لفظك ما انهي دان راوة شيء بوضع خاص باشا وعتا وضعك هاي بالكتاب وبشي وبمعنى هكو اي موضوع لك شيء هر خاص هر خاص اي يعني شيء ام وضع خاص وضع خاص وتاني شخصك يعني اهل صنعتك يان جماعتك يا كسيجا يان دانش اتفاقا كان يصير ام لفظ من دانا بو او معناه او بلانشي وضع خاص بموضوع لويك خاص
وكو هيك مثلا باوكي منه دو كادي خوي باوكي كلا دايك من اما باوك ما لقل معنى خال معنى لقل بابيلا معنى لقل دايك معنى اتفاق يعني كدوة بيقوتو انا محمد داكين بنابو امن دارا دوات شيئا وضعكش خاصة موضوع لهوش هل خاص هالي بدا ضليك هكي جيو بقرنا قاتا نيوكو رقم ناواني محمد او رجل ما وصل باق بيجيو معنى دا او اشي بو وضعك خاصة بموضوع لهوش خاص تاو كالعدمي طبعاً شو وضعك وضعاً شخصياً؟ شو جوا لوضعك؟ وضعك شخصي. وضعي شخصي يعني شيء. يعني أن دانانا كسيك دايناوا. شخصي كدياري كلاو هستاوا بعض جادني أمو شيبو أو معناه كباو كلاو. واني خربان فردي كتابة شي كدوا أو ناوي هب جادو. يا دايك ماني يا دي كان يا باو كنيا. كابو شخص إيشك كدوا. نك أهلي لغتك. رونا وكو علم. إذا هالشيء علم هي هل هم يعني شيء الموضوع لو موضوعك خاص موضوعي خاص وضعك شخصي شا وشو قفر لي لفتا كان أم أمتا ألي أفعال اللغة جنية جاري وعي إيجا هليك لغة جنية كابراك نقوينا وعلى عصا نعضع اللغة شيء هي اختياري شيء لفظك داني أو معنى باشا قول بانك إيه وذلك جعل شوان أم وضعك علم شوان دان راو أو علم بدان راو أو معناه شوان محمد رابنا ومن وذلك بأن يعقل لفظ مخصوص بخصوصه وكوي مثلا البيت بخلية عقله وعتل جيريب لعقل إخوانا لفظك تايبت هالجر محمد باوك محمد يخص عقل إخوانا مثل كل لفظ الزيت ومعنى معينا بعيني وهروا عشيبك بيبا همان شيء ومعناك التابات الخاتم مش كي خويه وكبوت شيء دعاني أم محمد بعض كبوت شيء يضرب جاري ها جاري بقى مسك بيجوا من على كبر بيا قرب شوي النعوى بوش قرب شوي النعوى شو معناك هي كم على كيف أي بقى معناك شيء بدابني لفظك شيء بدابني كاو لب نارك شيء معناك هي نارك شيء معناك هي لفظك شيء أو هيك العقل إنسانة أو لفظيك ما ضبط تعبك أي خد أنا عقلي هو بمرة قلت خد أنا عقلي خوي هو بتعبت مدي لفظك تعبت أكو محمد أكو زيد أكو فاطمة زينب سعراء وانية مجتمع هلو أعلو بابا تعنا باش أقول بان أمجر ومعنى معينا باش هتشيش خد مشي خوي وانا معناه كي تعبت كنا على كده لسكي دايكياتي إيش هذا داينا بجارك ثم يقال هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى أم جاك لدعيبو على خلقي نقول تعال ليه بيه أو من على كم نامنا محمد ما وصينا ابن محمد ما وصينا فلس سميناك محمدا يا رب سميناك فاطمة نام أنا بشي بفاطمة أما كأو وقع كأو وقع كده لا شيء بو شخص بو باش خاص بيا خاص نمو ولا خاص بو أي موضوع له وقعي هالخاص بو رونا بلا كم لسه واضح كابو دمرونا بيته يعني كيما لين وضع جاريواني شدنيه من اهل اللغه به بعد اكيد وانا سلاح ما قلت اهل اللغه يجيك الاهل اللغه مو اهل اللغه في شيك فردك اللي خلقك انت كما صار الله صلح له غيرك ومعناه يا شبك لك هذاك ترى هو استقال بجاتو قول يعني وانا كلام ومن الموضوع بالوضع العام للموضوع له الخاص يا له الخاص وضعا شخصيا الممر ام جاب انه نبينا انا بوت ام نمونه جيبه لفظك معناه دان ذاوب معناه بعد شو ولا دان انا كا وضعك عامه يعني اهل اللغه هذا هم يعني دان ذاوب معناه والله ماشي عندنا هو وموضوع له خاص شو ولا دان انا كا شخصيا امان دان انا كي بوت وكفرد بك علينا له معناه لغتك هو بكاري هنا كيف بكاري هنا فردك شخص يدي بكاري هنا بو معنى كاري نحوي ولكم مثلا هذا وكو هو إذا هو ضمير وانيا على إن كاك هو أم ضمير أما لفظك باشا موضوع شيء بوضع أم هم أهل اللغة بيك ودا النعوة باشا بو معنى كيف يش كسي كينا ديارا بلان كاتك بكاري هنا فرد بكاري نشيا هو زيد أو زيدة هي خاتو فاطمة أو تايبة فإن الواضعة تصور لفظا مخصوصا أو إكراد أنا لك إيش يكا
لفظك يتعرض كمركو بولين لفظي هو يا مصابون منك هذا بيشي خويا تصورين جاي بيناك يعني تعريفك يعني مشي خويا شيك حازلك فإن الواضع دان لك تصورتي لفظا مخصوصا بخصوصه لفظك يتعبد وانيا وكو خوي وكو لفظي وكو لفظي هو إذا لفظي هو ديد اختيارك باشا كي اختيارك شخصك كواضعك آفرم مخصوص يعني شي مخصوصي وكذا بيصير وضعك وضع شخصية يعني أو كسواضعك دي أو لفظة كلفظي هو تعجبت أكاد مشكي خواهي مشكي خواهي شي أكاد ويناك هو شيء والله هو بدان راوة ويكسي ليلة نبو تعبيري لك وانيا أي هي وجه دان راوة ولا بو ما عافتك كذا رح حازنيا عليه زور باش وخصوصيات أمجد دوايا فرمي مثله هو وخصوصيات جي وخصوصيات بمفهوم مشترك بينها أمجد شيكا يدوايا وأمجد تصوري شيكا كومر تايبت مندي دبراكم كأو تايبت مندي أنا شون تايبناكا بمفهوم مشترك بينها بمعنى كي هابج لبيني هم خصوصيات أنا معش يعني شي أو خصوصيات أنا يعني شي يعني كاكا أم هو يا بكاري هندي بوشي بوهاشي نيريكي ناديارا كابو بوشي معنى هو تخصيصك نعلم هو بو زيد علم هو دوانيا وشيكا نظيكا باشا دان راوا بو همو همو كسيكي نيري ناديار كسي نيري ناديار شيء مفهوم مشترك ده بيني كيالا بيني خصوصيات كان كزيد وعمر وبكر وبرج وقادر وعنه همين كسي ناديار رونا او كابوشيا وخصوصيات دي براكم شي تصوركم كمال التعليم من دي خصوصيات كان شيء ام لفظي هو لا شيء بكاري هنري لزيد لعمر لبكر لفرج لرسول لمحمد لدانيا وزانا وكيو وعنا امانا خصوصيات كتابتي شيء ولفظن أبي شو التصوري أمانة بكم؟ دانا دان تصوري أنكم؟ نعم بمفهومي بمعنائك تصوري أعام خصوصياتك كمشتركين بينها يعني كم معنى شيء بيه لبيني أم خصوصياتنا شيء بيها وباش بيه شو معنى لبين زيد وبكر ومحمد ورسول وزنازيان زانيار ودانا وانا هيا هذين مذكري كي غايب أو مشتركين آه مذكري غايب شيء مفهومي مشتركين معنى بلا أويك للذهنية ما مثل المفرد المذكر المتقدم ذكره كشيء ومعنى مشترك مفرد على المفرد كي نيري لبيشو باسكراب هذا غائب حالي براكم أم جاشي ونظر فيه إليها أم جاشي أكاد تيروين أكاد فيه لو ما فما إلا كشيء مفرد المذكر المتقدم كابراي واضع دعنا لك كشيء أكاد يسيري أو معناك كمفرد كي مذكري لبيشو باسكراب أم جاء شيكات؟ آه ونظر فيه واتى سيدي أم فماك إليها بخصوصيات عنه بس هي بخصوصيات آه أم مفرديك مدبيش وباس كلاوة كي لردع زيدا أي هو لبيا كي عمرا أي لو يتري أنا كي محمدا أي لو جملة تري أنا كي زينب نا زينب نا زينب ومؤنسة كي دانايا أي لو يتدعى أنك أحمد أها بخصوصياته أحمد شيك دوا أي زيد شيك ولا يردا أو خصوصياتك هذه مح أو محمد لا شيك دوا كهو يبروش وتوه أو خصوصياتك هذه كأبو نظر فيه كابلا واضع سيري أو مفهومك والله إليها بس شون سيرك بخصوصياتك هني أنا وأبي هاري كي لو دعك أنا كمفرد مذكري متقدم تكتب بيش باس كلاوة باش أمني لك بيش باس كلاوة نيري كتير ولا بيعك اسميه هي ايوه تي انشيا ولا بيعك بيشي هي ايوه تي انشيا ولا زانك انوسه خصوصا دقيت ام جاء وقال دعاي شيكاد كتاد تصوري اوك تصوري هو كيكت باشا تصوري خصوصي هذا كان شكل كزيد وعمر بكر وانا دعاي واحد مفهوم كي مشترك ما حد كان تصوري كم فريد مذكري كش باس كلاوا ام جاء سيدي شيكاد سيدي هو او مفهوم مشترك هذا بدانا دانيا كشيء كفردا كانت يا بكاري يعني أم جعل شيء عليه وضعت هذا اللفظ لكل واحد من هذه الخصوصيات بخصوصه كاك واحد من لفظي هو دانا بوهريك لزيد لعمرو لمحمد لأحمد لبكر بتاع مديخ بعده
هذا كان بخصوصياتي شيء هو خوي ولا أو اللي بعدها أيش اللي بعدها أيش اللي بعدها ما سبراكم آه ها أو كاتك أبو بشي خلين كاكا ما حاتوا وضع كمان شيبو دين ولا آه وضع كعام ولا موضوع ولا وكا وضع كشيء شيء شخص شخصي داينا شخصي هاوتي وضعت هذا اللفظ اللي كلي واحد من هذه الخصوصيات هل بكم بخصوصي باشا بلام ومنه لله الصلاة والسلام رحمة الله علينا أقول وسعدنا ويقول قولي هذا والصفوة والسلام عليكم ورحمة الله رحمة الله عليكم وعليكم السلام.